السلام غزاله ديالي، كديري لاباس عليكم؟ بخير، صحه مزيان، نتمنى يربي احوالكم تكون على خير وبخير، بصحه وسلامه. اليوم البنات بغيت نوجد واحد الكريب صغيور كيجي رائع ممتاز، بغيت نديرو الكوتي، بغيت نشاركو معكم ان شاء الله. خليكم معايا البنات وغندوزو ان شاء الله باش نوجدوه. بسم الله البنات، بغيت نوجد واحد الكريب الكوتي وبغيت نشاركو معكم ان شاء الله. عندي البنات 3 ديال البيضات، فانيا وحده البنات، خماره بالفاني، جوج معالق البنات ديال السكر سنيده، 3 د المعالق البنات كبار د الزيت او 4، شويه البنات ديال الملحه تصحيح الذوق، معلقه البنات كبيره ديال النشا، هانتوما البنات كنخلطوهم مع بعضياتهم حتى كيتسانجونا المكونات. ودابا البنات غادي نزيد الحليب، هانتوما البنات هاد الزلافه هادي عامره راه كتهز 250 غرام، يعني انا دايره 200 مليمتر د الحليب. هانتوما البنات وعندي زلافه ديال الماء، الماء عادي البنات من الروبينين، هانتوما يا ومن بعد البنات غادي نبدا ندير الطحين ديالي. هانتوما البنات انا راه عندي دقيق القمح الكامل، ماشي الفرص الرطب كاع، هذا راه حرش شويه البنات. هانتوما البنات درت 8 زلافه وربع دابا، كتبقاو البنات تخلطو مزيان حتى كيتسانجيكم الخليط باش تعرفوا البنات واش غتزيدوا الفرص ولا لا. انتما البنات انا زدت نص زلافه اخر، هانتوما البنات دابا ملي طحنا العجينه ديالنا بالخلاط الكهربائي خلطتها مزيان البنات حتى تسانجت، هانتوما شوفوا كيفاش رجع لي الخليط ديالي. دابا البنات غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق بعد ما تسخن ليا المقله، انا درتها البنات تسخن، وغادي نبدا معكم الخبز ان شاء الله، وغتشوفوا معايا البنات المراحل حتى التالي، راه كيجي عاطي واحد المنظر وواحد ديكور رائع البنات. وغتشوفوا الكريب قداش غادي نديرو، غتشوفوا باش غنزوقو ان شاء الله، وكنتمنىكم تجربوه ان شاء الله بحال الطريقه اللي عندي، راه ممتاز ورائع البنات. وانا اي حاجه
عندي وكنعرفها راه كنبغي نشاركها معاكم، ضروري تعرفوا شنو كنعرف وتعرفوني شنو كندير. دابا البنات من بعد ما سخنات المقله ديالنا غادي نبداو نخبزو. بسم الله. انتوما البنات تتبداو تعمروا غير بشويه هكا حتى كتعمروا تي خليك مع الوش. هانتوما البنات انا عمرتها كامله ودابا غادي نبدا نقلبهم. هانتوما البنات راه ما كيتعطلوش في الطياب، عندك وتخليهم بزاف غتلقاوهم تحرقوا. هانتوما البنات انا عاوتاني درت المره الثانيه وكنوريكم. هانتوما راه طابو قلبتهم البنات، راه كيجيو رائعين ممتازين وراهم مبنانين بزاف. وهذا البنات التفاح ديالي، هانتوما انا حيدت له الوسط ديالو وصلته قطعته دويورات ودرت له هنا البنات معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال السكر سنيده وربيع كاس د الماء البنات فاش غادي نعسلو. دابا البنات هذا التفاح ديالي غنعسلو ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. هانتوما البنات ودابا غادي ندير ليه شويه البنات ديال القرفه. هانتوما البنات كديروا الرشيشه ديال القرفه ديالكم وكتخليوه البنات يتعسل في خاطرو. دابا البنات راني دايره ومن بعد غنولي نقلبو حيت خاصو يتعسل على جوج جهات. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديالنا. هانتوما ديال الكريب صغور اللي درت، راني وريتكم الطريقه ديال التفاح فاش قطعته ودرتو يتعسل. درته البنات دابا زوقته، هانتوما حطيت التفاح فوقه وهذا زوقته بالشكلاط واللوز ايفيلي، وهذا البنات زوقته بالشكلاط والكوك. اي حاجه متوفره عندكم زوقوا بها، واي نوع ديال الشكلاط عندكم استعملوه، ماشي مشكله البنات بالضبط على ما كان شي نوع معين او مزيان. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديالنا، وكنتمنى يا ربي ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. راه البنات كيجيو رائعين وممتازين وصالحين حتى اللي عندهم الوليدات، وكنتمنىكم البنات تجربوهم في اقرب وقت وتردوا عليا في الكومونتير. كيجيو بنانين ولذاذين بزاف بزاف، غير تبعوا الطريقه كيف ما درت انا. دخلوا الفيديو تبعوه من الاول حتى للتالي البنات، ما تبقاوش تزربوا الفيديو تقولوا ما صدقناش، راه البنات كيجي رائع ممتاز وكيصدق. واللي دخل الفيديو استمتع به يدير لايك وابوني فعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. واللي مازال ما دخل البنات لاشين كنتمنى يدخل ويدير لايك وابوني فعل الجرس باش يوصلوا ان شاء الله كل جديد. وشكرا لكم بزاف بزاف البنات، وراكم وليتو حبابي وعائلتي، وبلا بيكم ما كاين والو.